صنع صابر على انه كيفاش انتبهت لهذا الامر وكيفاش شنو اللي جعلني انني نطرح السؤال هو انه في مجموعه ديال المدن الصغيره تيبان لي دي بونكارت في عليهم راقي شرعي مركز الرقيه الشرعيه وتنسال هذا الشيء غريب على ثقافتنا المغربيه يعني ما كاينش بشكل متواتر في الثقافه المغربيه كبرنا في مغربنا ما كاينش فيه هذا الشيء اليوم بداو تيبانوا هاد المراكز في كل مره وبالنسبه لي كيفاش تيكونوا شكون اللي تيرخص ليهم كيفاش يسمح انه يدير لهم اشهار كبير بشكل كبير وهذا الشيء ما عنده علاقه بالاسلام المغربي اللي تربينا عليه واللي كبرنا عليه وما عنده علاقه حتى بالتمغربيه ديالنا لهذا علاش طرحنا السؤال طرحت سؤال ايضا من باب معرفه بحادث وقع لواحد سيده تنعرفها كانت ضحيه ديال احد من يسمون انفسهم بالراقي وهذا الضحية واليوم قصة حكايتها وقضيتها معروضة على القضاء كان لابد أننا نطرحوا هذا السؤال تنويرا الرأي العام ونعرفوا كيفاش يتحلوا هذه المراكز شنو القانون اللي تنظمهم شكون تعطيهم الرخصة وشكون اللي شكون عنده الأهلية باش يعرف بأن ما الأشياء التي تكون داخل هذه المراكز قانونية غير قانونية لهذا احنا طرحنا هذا السؤال انا شخصيا ماشي اهل باش نجاوب على هذا السؤال لانه هو انا ماشي امراه دين ولكن انا سيده تنتمي للمجتمع المغربي عنده التقاليد ديالو عنده الاعراف ديالو عنده اكثر من هكا شنو عنده كاين السمات ديال الاسلام المغربي واللي هذه الكلمه بعيده بشكل كبير على الاسلام ديال المغرب واللي تنعرف على انه العلاج بالقران كاين وبزاف الناس يامنوا به وبزاف الناس يعتبروه دار يعني حاضر في حياتهم اليوميه والله سبحانه وتعالى ما تيبغيش وسط بينه وبين عبده بينه وبين العبد ديالو انه يمكن الانسان يشعل القران في داره واغلب البيوت المغربيه تتشعل القران في الصباح وكذا يمكن الانسان انه يدير هذه المساله بنفسه ويدعي الله سبحانه وتعالى بالادعيه اللي تتبان له صالحه له صالحه لحياته اليوميه وانا تنقول هذا الشيء انطلاقا من التربيه اللي تربيت عليها وانطلاقا من ما هو متعارف عليه في بلادنا وانطلاقا اصلا من الكنه ديال الاسلام المغربي المتسامح المعتدل اللي تيقول على انه ما كاينش وساطه بين العبد ومولانا الكريم. غير باش نكون واضحه معكم اليوم ما يجري داخل تلك المراكز هو نوع من التجار بالبشر سواء كانت الضحيه امراه او كانت الضحيه رجل سواء كان راشدا او كان طفلا بمعنى ان كل ما يجري داخل تلك المراكز هو نوع من التجار بالبشر بكل ما تحمله الكلمه من معنى الحكايات الكبيره اللي خرجات واللي موجوده اليوم في المجتمع واللي رصدها الاعلام واللي القضايا ديالها تدور في المحاكم المغربيه هي حكايات مرتبطه بالاستغلال الجنسي للنساء بالنساء داخل هذه المراكز وهذا الشيء ما يمكنش نسكتوا عليه لانه هناك سلطة معنوية تمارس على الضحية من أجل استغلالها داخل تلك المراكز وبالتالي احنا فشرحنا السؤال من الجانب القانوني وليس من جانب آخر لأنه الدولة مطلوب منها السلطات الوصية مطلوب منها تحمي المغاربة من كل أشكال العنف وهذا شكل من أشكال العنف الذي يسلط على الفرد ويسلط أساساً على النساء وبالرصد ديال الجمعيات اللي تتشتغل في هذا المجال بالرصد ديال وسائل الاعلام بالرصد ديال الملفات اللي كاينه في القضاء تنقولوا على ان اكبر ضحيه لهذه المراكز هن النساء قضيه بركان او لا قضايا اخرى قضيه بركان سلط عليها الاعلام ولكن راه كاينه قضايا اخرى كبيره رجع دير غير بحث بسيط في جوجل غتلقى قضايا كبيره بهذا النوع والاكثر من ذلك هاد الناس اللي تسميو راسهم رقات تسجلوا وقائع ديال التعذيب تتمارس على النساء بدعوى استخراج الجن بدعوى العلاج بدعوى كذا وتيكون هذا الشيء يعني في البث المباشر في اليوتيوب وهذه اكبر فضيحه ممكن تعرضوا لها كبلاد كيفاش اننا تنسمحوا لهذه المراكز ديال الدجل وديال الجهل وديال الخرافه على انها تكون في بلادنا وتقنن وتعطى لها رخصه باش تفتح نحكي لكم حكايه تتمشي عند الطبيب واش كاين ما اكثر على انه تمشي عند الطبيب ويجي راقي يجي واحد يسمي راسو راقي هو وزوجته ولا هو والمساعده ديالو ويوزع داخل عياده طبيه الكارت فيزيت ديالو يعني البطاقه التعريف ديالو على المرضى باش يجيو عنده المركز ما يسمى بالمركز ديالو هو حانوت ديال الدجل والخرافه هنا
خاصنا نفكروا شكون اللي عطى الرخصه، كيفاش سمح لهذا الشيء يدخل لبلادنا، وكيفاش انه اليوم عاجزين على حمايه المغاربه من هذا العنف الممارس عليهم، وحمايه نسائنا من هذا العنف الممارس عليهم. اليوم هذه ماشي قضيه ديال شكون اللي مع وشكون اللي ضد، حلال ولا حرام، هذه قضيه واضحه وصريحه، هادو عنوان للتجار بالبشر بالنساء المغربيات. هناك سلطة معنوية مورست على السيدة، هي السلطة المعنوية تتمثل في استغلال الدين من أجل استمالة تلك السيدة، هذه كافية لأنها تكون عنوانا للتجار بالبشر. الرضا غير الرضا، أنا لم أكن في ذلك المكان، أنا اللي عندي هو أين يكمن التجار بالبشر، هو استغلال السلطة المعنوية من أجل استمالة تلك النساء أو استمالة تلك الضحايا. وأنا لا زعما ما تنقولش كاينين ضحايا نساء، راه ممكن يكونوا ضحايا اطفال، ومن تكون حالات اغتصاب اخرى، حالات استغلال جنسي للاطفال، استغلال جنسي لواحد المجموعه ديال الناس، واستغلال سميتو الامراض ديال الناس، استغلالهم ماديا. ما معنى واحد يجي تيقول انا بغيت غادي نعالجك من السرطان، من مرض السرطان، والعلم والطب مازال خدام تيطور العلاج ديال السرطان بشكل اخر، ويجي ويقول لك اجي عندي غادي نعالجك منه، وتيمشيو المغاربه والمغربيات بعض منهم تيمشيو تيدير الصف امام تلك المراكز حتى 3 الصباح حتى 4 الصباح باش يدخل عنده يقول له في الاخر خذ شويه ديال البصله وخذ شويه. هذا الشيء راه ما كاينش. السيد الفيزازي ماشي مثال يقتضى به في هذا الامر، انا نكون واضحه فيك، لانه جزء كبير من حياته الخاصه عشناها وعرفناها واثارت موضوع نقاش كبير على المستوى الاعلامي. وبالنسبه لي للدين المغربي، الدين الاسلامي في المغرب ما محتاجش الاوصيه عليه، كاين امير المؤمنين وعندنا مجالس متخصصه في هذا الباب، هي اللي تنرجعوا لها وهي اللي تتكون الفيصل في هذه الامور. وهذا الشيء ديال ما يسمى بمراكز الرقيه، هذا الشيء ما عنده علاقه بالاسلام، ما عنده علاقه بطريقه تعامل المغاربه مع الاسلام المغربي المتسامح، وما عنده علاقة لا بالعلم ولا بالواقع. عندي إجابة واحدة على سؤالكم، أين هي السلطات المحلية فاش تحلت هذه المراكز؟ شكون اللي عطى هذه الرخص؟ كيفاش تتعطى هذه الرخص؟ شنو هو دفتر التحملات اللي على أساسه تعطات هذه الرخص؟ شكون اللي وقع على هذه الرخص؟ واش كاينه المراقبة ديال أشنو تيطرى داخل هذه المراكز؟ اليوم هادو نصبوا أنفسهم رجال دين ورجال صحة وأطباء نفسيون، يعني هذا الشيء كامل يتعمد للراقي تيقول هو رجل دين ورجل تيعالج وطبيب معالج نفساني، وهذه كلها تخصصات كبيرة فيها بحور ديال العلم وفيها بحور ديال المعرفة وفيها الممارسة الواقعية واجتهدت فيها الإنسانية بشكل عام باش يمكن نوصل لها. السؤال اللي ممكن نطرحوه كاملين واللي خصنا نجاوبوا فيه على هو شنو دارتنا كبلاد في الصحه النفسيه للمغاربه. انا بالنسبه لي ما خصوش يتقنن، انا بالنسبه لي هذه المراكز خصها تتسد وما عندها علاقه بينا كمغاربه، هي ومراكز اخرى، راه حتى مثلا تتحدث على الشوافه وعلى الدجال وعلى الشعوذه نفس الامر تنطبق عليها. نفتحوا نقاش ما كاين مشكل، نديروا حوار وطني، حوار في هذا الموضوع، نديروا حوار في هذا الموضوع، ولكن الى غايه اننا نفتحوا حوار ونديروا نقاش ونحميوا المغاربه من هذا الدجل ومن هذه الشعوذه ومن هذا الجهل ومن هذا التخلف، خص هذا الشيء ما يتعطاهمش رخص، وخص في التحقيق شكون اللي عطى لهاد الناس الرخص، كيفاش تحلت هذه المراكز. انا هذا الشيء اللي ممكن نقول لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.